ولا بابا عاشور جميل بصراحة. امام عاشور شت لقبامة عند اوباما. مالو؟ نسخة من سرات دي والله العظيم اقلب دقر بشي ودولك في دماغك اقسم بالله. مين ده انت؟ لا 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 ايه اللي نسخة من دي بروين بس؟ والله اكسر الجيتار على دماغك زي الافلام والله. والله اسكت اسكت والله اكسره لك على دماغك زي الافلام. انا هنحمرق الولع جاب جونين بقى خلاص بقى مش هن بس والله هنكسره على دماغك. اعزائي الساده المشاهدين، استطاع نادي الزمالك هزيمه بترو اتلتيكو ريال مدريد طليع الجيش الحمد لله 3-0 مع الرقفه صح، لان احنا ضيعنا كتير قوي النهارده والله العظيم. الولع امام عاشور جاب كره في العارضه يلا سم سم، عارف سم الثعبان الكبرى والله العظيم كره سم، هي نسخه من الجون اللي جابه ديفيد بيكهام اوباما. ديفيد بيكهام اوباما مهما اقول ومهما عيد الحمد لله ربنا بينصرني، لان انا لحد اللحظه دي كل ما اوباما يجيب جون انا قد ايه بعرف ان انا كنت صح واقول للناس والله. والمشكله هلا ان ايه، كل ماتش اوباما يجيب جون الناس اللي كانت بتشتمني في الاول ايه وعشان جاب جون ايه اللي هم يلاقيني منزل بوست بقى، فالماتش اللي بعده يجيب جون ايه هو عشان جاب جون. عمال ثلاث ماتشات بيجيب جوان وحلو وعامل تمركز في الفرقه وفنيا انت عالي جدا من ساعه رجوع اوباما وبتشوفه. بس خليني اقول لك برضو ان مع الزياده الهجوميه اللي اوباما بيعملها والاهداف اللي بيسجلها في انسحاب لاوباما من نص الملعب، وانسحاب اوباما من نص الملعب ده جه بسبب تألق إمام عاشور في نص الملعب وشال تكاليف كتيرة جدا كان بيعملها أوباما في عدم وجود اللاعب اللي كان بيعمل الحاجات دي. يعني لما كان فرجاني ساسي موجود ما كانش بيعمل الحاجات دي، كان بيضطر أوباما ينزل نص الملعب ويدافع وينتشر دفاعيا ما بين الخطوط بتاعتك في الدفاع، شوية تلاقيه عند الباك اليمين، شوية تلاقيه عند الباك الشمال، شوية تلاقيه قدام الاثنين السرد باكات، وشوية تلاقيه أول ما ياخد الكرة لازم مجبر إن هو يطلع يبقى لاعب شادو سترايكر قدام يا باشا هناك، يا بقى راس الحربة يا اللي تحت راس الحربة. كان الكلام ده كان بيعمله مع مصطفى محمد، مصطفى محمد يبقى بره ال 18 وأوباما هو اللي في ال 18 والعكس، ده اللي كان بيحصل في حالة لو أوباما هو اللي طالع بالكرة من تحت او هو اللي وزع الكره على الاطراف، كنا بن ايه بيدخل ياخد مكان في العمق، والكلام ده ممكن ما بقاش موجود دلوقتي. كان بقى اوباما عنده زياده هجوميه بيعملها او بقى منتشر كتير جدا في المناطق الهجوميه بسبب ان امام عاشور ملى الحته اللي اوباما كان بينزل يخسر فيها مجهود كتير قوي في الطلوع بالكوره. انت بتتريق عليا شكلك زي معاذ وشكلك هتاكل بالقطار بجد على دماغك علشان انتوا ما تعرفوش اوباما. الواد ده يا جماعه اخويا اسمه عمر سامي على الفيسبوك، لو حد دخل عنده لقى كاتب بوستات عن الماتش، الله الماتش حلو، الله مش عارف اللعيب ده ايه الواد ده كذاب عشان ما اتفرجش على الماتش، كان جاي في الطريق طول الطريق ما اتشافش دقيقه في الماتش، فكل البوستات اللي هو منزلها هاكس اللي هو بياخدوها كوبي 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 ويرزع كوبي ويرزع كوبي ويرزع والله العظيم عشان ما حدش يصدق رد عشان عم بيتريق عليا. حازم امام في كوره كان يعني هو في اول الماتش يعني هو ظبط شويه في اخر الماتش، بس في اول الماتش كان تقريبا في كوره جه رفعها في كوكب الزهره تقريبا او رفعها في الشمس بجد، بس الكره الوحيده اللي بص فيها رفعها يعني طلعها بره السويس شخصيا، انما في الكره اللي هي جابها الجون بتاع اوباما ما بصش والله اتفرجوا على الكره ما بص، هو بص قبل ما يعدي من الواد خلاص عدى وشه في الارض كده وراح رافع الكره جت على دماغ اوباما هناك ما تفهمش سحر للكره حطها كده ازاي ما تعرفش. حازم امام بدا مستواه يعلى شويه ده بسبب الاريحيه اللي قدمها له احسن لاعب في الماتش النهارده اللي هو شيكابالا. شيكابالا كان بينزل شويه لا شيكابالا كان ناقص يصد كور النهارده ويطلع يطلع ابو جبل ويقف فضله شويه، اقسم بالله شيكابالا كان شويه هنا وشويه هنا شويه، انا شويه كنت بشوفه على ال 18 بتاعنا وشويه اشوفه هناك على ال 18، ده الكلام ده في فيمتو ثانيه ياخد الكره وبيتحول بيها هجوميا، وكان المتحكم الاول في رتم الزمالك في الملعب كله، كان هو اللي بيقدر ينقل الكره، امتى ينقل الكره من هنا لهنا، امتى ياخد الكره ويدخل بقى العمق ويحول اللعب من الطرف للعمق والعكس. شيكابالا النهارده كنت شايفه هو المايسترو بتاع نص ملعب الزمالك، كان اللي كان بيعمله اوباما في الاول لا كان بيعمله النهارده شيكابالا. شيكابالا كان مريح
حازم امام، كان حازم امام بيطلع يعمل الزياده براحته جدا وما عندوش اي مشكله في المناطق الدفاعيه، لان كان شيكابالا بينزل، شيكابالا كان بينزل يغطي مكانه في المناطق الدفاعيه، وكان شيكابالا كتير قوي كنا بنشوفه قدام الاثنين السرد باكات، كان بياخد الكره وبرده بينقل بيها. امام عاشور كان بيعمل الكلام ده، امام عاشور كان معظم الوقت كان بيتحول للحاله الدفاعيه، والحاله الهجوميه كانت بتبقى على ومضات، والكور اللي كان طلع بيها في الحالات الهجوميه خلصها جوان، كره جابها في العارضه وكره ثانيه جابها في العارضه دخل الجون، وكره ثانيه اللي هو كمل زاد عليها اللي لعب له سروع عظيم جدا 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 احمد سيد زيزو، حط الكره ببطن رجله في الجون. فاذا ان امام عاشور كتارجت هجومي، لا هو عامل 100% من التارجت الهجومي، لان الثلاث كور اللي راح بيهم على الجون او اللي هم كان فيهم اثنين انصاف فرص، الشوطين دول انصاف فرص، لان كره من بره 18 انا ما عنديش ان انا اللاعب اللي هو لا انا الشوطه بتتحسب لي فرصه، لا الشوطه دي تبقى انصاف فرص، شاط الكره يا صابت يا خابت، هو الكورتين كانوا في الجون، كره جت كره دخلت وكره في العارضه والكره الثالثه دخلت الجون كده، زي ما قلنا ان امام عاشور تارجت هجومي 100%، تارجت الدفاعي كان عظيم جدا 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 جدا. عندي تعقيب بسيط كده على طارق حامد. طارق حامد انا كان عندي امام عاشور كان بيحاول ان هو يوازن شويه ما بين الهجوم وشويه ما بين الدفاع، كان هو اللاعب بتاع لاعب نص الملعب اللي كان بيزيد هجوميا، انا كنت طارق حامد، انا يعني انا بشوف امام زايد، انت طارق حامد زايد ليه انت كمان معاه بجد والله العظيم يا هيطلع بقى يتهمني بالالحاد دلوقتي حالا، طارق حامد عنده مشكله في دي، نفسي يتحط له وتد كده في نص الملعب بأستك ويتربط في رجله والله، عشان لما يزيد ما يزيدش قوي. في كره كانت جايه لشيكابالا كره بسبوسيه هيشوطها من بره ال18، فجاه لقيت طارق حامد ضغط على شيكابالا خدها شاطها هناك برده وداها اسماعيليه من السويس. عندنا فتوح، بصوا يا جماعه اللاعب عندنا في الزمالك بالذات لما بياخد ثقه زياده عن اللزوم في نفسه وخلي بالكم هو بيبقى حقهم ان هم ياخدوا ثقه زياده عن اللزوم، بس ما تحاولش ان انت تخلي الثقه دي تنقلب ضدك. يعني انا شفت احمد شفت ابو الفتوح او فتوح والله ما اعرف بيقولوا له ايه، الثقه الزياده اللي عنده بدات تحوله اللاعب انا عايز لا اعمل كوبري ارقص اعدي اعمل في الزمالك، يبقى كسبان 1-0 فجأة الاقي اللعيبة كلها تتحول مارادونات، ده يرقص ده كوبري ده يعمل ده يسوي، طب يا جماعة طيب ما اجيب التاني والتالت واطمن وان شاء الله حتى لو عايزين تلعبوا الكلب الحيران اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، انما مابقاش انا كسبان 1-0 واشوف معلش يعني شيكابالا عمال ينزل يدي ده كوبري وفتوح يدي ده كوبري وزيزو مش عارف يدي ده كوبري وامام عاشور برضو يدي ده كوبري، لا انا مش عايز الكلام ده، تارجت يا باشا وهات جوان وبعد كده اللي انت عايز تعمله اعمله، يعني علشان بس دي مشكلة أزلية في الزمالك. كان أنا كنت مستغرب التبديلة بتاعت فتوح بعبد الله جمعة، إن مركز بمركز فتوح ما كانش وحش، فتوح ما كانش مجهد، فتوح كان مستوى عالي جدا باستثناء كده في أوفرين رفعهم وداهم للي ماسك الراية، لقيته نزل عبد الله جمعة فأنا استغربت، فاللي عرفته بعد كده إن هو طلعه عشان إنذار عشان الماتش بتاع مصر يوم الثلاث، عمر السعيد احنا ما نعرفش اصابته ايه، عمر السعيد في اول الشوط اللي هو لعبهم في الاول كان عامل محطه هجوميه تحترم ومحترمه جدا جدا جدا، انا بشوف في عمر السعيد اللاعب المحطه اللي هو لو هو لوحده هناك عند ال 18 بتاع الفرقه ولعبت له الكره هتفضل تحت رجله او هتخرج من رجله صح للاعب اللي هيقدر يلم بقيه الفرقه اللي قدام، في لحظه تلاقي اللعبه كلها الفرقه كلها اتحولت من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسبب تمركز عمر السعيد واخدان الكره وبيعرف يسلمها صح. احنا قلنا حازم امام بدا رتمه يعلى مع الماتش. مين تاني يا ابني ناقص ما اتكلمناش عليه؟ اوباما؟ احنا ما اتكلمناش على اوباما صح؟ ما ادانيش حقه، ما خدش حقه صدقني. والله العظيم اللاعب الوحيد اللي في الزمالك مش واخد حقه. انا عايز صحيح اقول لكم على حاجه، اوباما مش قصه ان هو جاب جون بيتشاف، يعني انا دي الحاجه اللي انا شفتها في الناس اللي هي اول ما تلاقي اوباما جاب جون يدخلوا لي في الكومنتات يقولوا لي اه والله فعلا انت عندك حق اوباما، لا يا جماعه والله العظيم هو ده بالعكس، ده مجهود اوباما قل في الفترات اللي بيجيب فيها جوان، يعني اوباما كان اعلى من كده في الوقت اللي انا كنت بقول فيه اوباما حلو جدا واوباما من احسن لعيبه الزمالك، والناس كانت تطلع تهاجم وتقول لي ايه يا عم في انت شايف حاجه احنا مش شايفينها، اوباما مين ونيله ايه وبتاع، اوباما لما يعتبر مجهوده انسحب شويه وقل من نص الملعب وبقى بيسجل اهداف الناس بدات تشوف اوباما كويس،
مع انه على العكس خالص هو كان احسن من كده في الوقت اللي انا كنت شايفه فيه كويس. فالناس مش لازم يا جماعه اللاعب عندك يجيب جون علشان خاطر يبقى هو افشخ حد عندك في الفرقه، ومش لازم اللاعب يا اسيست يا جون والكلام ده علشان اعترف بيه ان هو في ايجابيه منه. ايجابيه اوباما كانت في نص الملعب في الحالات الدفاعيه واستخلاص الكره، وان انا اعرف اطلعها صح واحول الفرقه للحاله الهجوميه. انا مبسوط جدا من اداء لعيبه نادي الزمالك النهارده. امام عاشور مستوى خرافي خرافي، اقسم بالله لاعب من اهم لعيبه الزمالك في الفتره دي، وان شاء الله ان شاء الله هيعلى جدا مع الماتشات اللي جايه، وان انا اديله الثقه في نفسه، اديله الثقه في نفسه واديله ماتشات. يعني ما جيش فجاه كده الاقي امام عاشور قاعد عشان خاطر فرجاني ساسي. المجهود اللي بيعمله فرجاني ساسي في ال 90 دقيقه بيعمله امام عاشور في 4 دقائق. امام عاشور ممكن يعرق الليترين ميه في ماتش، وفرجاني ساسي ممكن يعرق نقطتين ميه طول الموسم. فبجد والله يعني حرام ان انا هبقى قاعد امام عاشور لفرجاني ساسي. يعني انا ممكن يكون البديل بتاعه فرجاني ساسي لو امام عاشور لا قدر الله حصل اي حاجه، اصابه خفيفه او خد ثلاث انذارات يا باشا ويقعد يلعب بقى فرجاني ساسي. انما الارقام المبالغ فيها اللي احنا بنشوفها في فرجاني ساسي دي، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله حرام، والله العظيم حرام، واهدار للفلوس دي واللعيبه. خلي بالكم فرجاني ساسي لو خد الارقام اللي هو بيتكلم فيها دي، ده الفرقه بتاعتنا هتبوظ. ده يقول لك اهو اشمعنى انا هاخد زيه كده. امام عاشور انا شايف ان هو بمقام اربعه من فرجاني ساسي، اقسم بالله في المجهود. اتفرج على امام عاشور وانت بنفسك هتحكم، وانت بنفسك هتشوف ان انت كان عندك خلل في المركز ده. طول عمرنا كنا بنقول يا جماعه المركز بتاع فرجاني ساسي ما كناش بناخد منه 20 او 30% من مهام المركز. لما جالك لعيب فايق ووراك مهام المركز دي عامله ازاي، واللي المفروض التارجت اللي يوصل من المركز ده لحد فين، لا ده انا بسجل وانا بدافع وببني لعب وبعمل، ده اللي المفروض المركز ده يعمله. يعني اللي امام عاشور بيعمله ده المفروض العادي بتاع المركز ده، اللي كان بيعمله فرجاني ساسي وانتوا كنتوا حاسين ان هو حاجه كويسه. لما جه امام عاشور غطى عليه، عرفتوا بقى ساعتها قد ايه ان كان فرجاني ساسي ما كانش بيعمل حاجه في الزمالك، كان ما بيعرقش في الزمالك. انا مش بهاجم فرجاني ساسي لحاجه شخصيه طول الفتره اللي فاتت دي، بس حرفيا انا كنت شايف ان في زيطه على السوشيال ميديا ان فرجاني ساسي طالع في السماء واهم لاعب في الزمالك واحسن لاعب في افريقيا ومش عارف ايه، وهو ما بيعملش حاجه. انا شايفه ما بيعملش حاجه. فانا الكلام بتاع الناس اللي على البيدجات والبوستات والكلام ده جايباه منين؟ طيب انا لما كان بيلعب اسلام جابر بداله كان اسلام جابر بيبقى احسن منه، قسما بالله اسلام جابر كان بيبقى احسن منه في استخلاص الكوره وان انا اسلم، ولعب يا باشا واقعي بلعب السهل وبتاع، انما ما بقلفش. مش لازم بقى اشمس مش عارف مين عشان الجمهور ينزل لي صور، واعمل كوبري مين عشان الجمهور مش عارف يعمل لي ايه. بيعمل خطوره في اوقات، بيعمل خطوره في اوقات، بس ده مش اللي انا مستنيه من المركز ده، من لاعب انا جايبه بالرقم ده او هديله الرقم ده. لما يعمل لي مثلا كورتين خطر على الجون طول الماتش فالناس بتطلع تسقف له، مع انه المفروض في الماتش الواحد يعمل لي يا عم مثلا 15 كوره 10 كور خطر على الجون، يعمل لي 10 اسيستات واللعيبه بقى اللي معايا يا صابت يا خابت يا جابت يا ما جابتش، انما مش كورتين واجي اقول اصل اللاعب التقيل يعمل لك كره يخلص بيها الماتش. انا عايز اعمل حمار مين قال الكلمه دي وصدقها. اللاعب التقيل تقيل طول الماتش يا باشا، اللاعب الدولي اللاعب اللي هو انا دافع فيه ملايين يبقى تقيل طول الماتش، مش ينام لنا طول الماتش ويعمل لي كره تخلص. لا يا باشا مفيش الكلام ده، الكلام ده مش في كره القدم، الكلام ده في البلي وانت بتلعب بلي. اعزائي الساده المشاهدين، الف مبروك لنادي الزمالك، 3 بونت مهمين. امام عاشور انا بجد مستوى هايل جدا جدا جدا، ومستواه في سهم مرتفع عامل كده يعني، ولا بيطلع ولا بينزل، مستواه كويس جدا. كنت بعيب على امام عاشور الماتش اللي فات في التهور والاندفاع، ان هو ممكن يكلفك انذار، ممكن يكلفك طرد، ممكن يكلف الفرقه ضربه جزاء لان انت بتتهور حتى في منطقه الجزاء. انا شفت الكلام ده في الماتش ده قل كتير جدا على الماتش اللي فات. انت لو فضلت على المستوى ده والله يا ابني ما حد يعرف يطلع رجلك من الملعب، وانا اللي بقول لك. أعزائي السادة المشاهدين، يبقى سلموني على أحمد سمير. سلام عليكم. أوباما 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 اوباما اوباما اوباما. لو انت واحد رومانسي بقى، اوباما اوباما
اوباما اوباما اوباما اوباما اوباما. لو انت بقى ايه بتحب الاغاني السريعه بقى، اوباما 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 اوباما. جدو علي عنده اوباما، قبله اوباما شتله اوباما بصل اوباما حط اوباما شتله اوباما عمل اوباما رفع اوباما قتله اوباما ناقص يصد صد اوباما رفع اوباما. وجدو علي عنده اوباما شت الكوره في النظام شت في العارضه جت في العارضه بس في العارضه جت العارضه كسر العارضه جت في العارضه وش رجله حلو اوباما اللي باللي بين ولي بابا شت في العارضه جت في العارضه صد في العارضه كسر العارضه اللي باللي اللي جدو علي جدت لاوباما.